أهلا بكم، دعونا نتعلم قليلا عن المتسلسلة والمتتالية. إذا ما هي المتتالية؟ حسنا، المتتالية هي مجموعة من الأرقام في بعض الترتيب. أنت تعلم المتتالية الأكثر صعوبة هي 1، 2، 3، 4، وتجد النقاط. وما هي المتسلسلة؟ حسنا، هي عادة تمثل، هي فقط مجموع المتتالية. إذا على سبيل المثال المتسلسلة الحسابية هي فقط مجموع المتتالية الحسابية. إذا 1 + 2 + 3، ونستطيع أن نستمر وربما نصل لرقم ما زائد إن، هذا يطلق عليه المتسلسلة الحسابية arithmetic series. لا شيء خيالي هنا، لكن قبل أن نتقدم للأمام دعونا نضع الترميز لكيف نستطيع أن نمثل هذه المجاميع بدون الحاجة إلى أن نكتب كل هذه الأرقام، أو أن نستمر بوضع هذه النقاط نقطة نقطة زائد الرمز. والترميز هو ترميز سيجما سيجما، والتي هي سيجما للحالة العلوية. وكيف نستخدم ترميز سيجما؟ حسنا، لنفترض أنني أردت أن أمثل هذه المتسلسلة الحسابية، إذا سأقول حسنا دعونا نضع مجموعة من، دعونا نقول أنهم كي، هذه متغيرات عشوائية، وسنبدأ عند كي تساوي 1، وسنذهب إلى كي تساوي إن، وهذا هو تماما نفس الشيء. إذا سنبدأ بجعل كي تساوي 1، ومن ثم سنضيف هذا إلى 2 + 3، ونستمر على طول الطريق حتى إن ناقص 1، ومن ثم زائد إن. إذا هذه هي ترميز المجموع للمتسلسلة الحسابية. قبل أن أنتقل، أعتقد هذا الوقت مناسب تماما لنتعلم قليلا عن المتسلسلة الحسابية. حقيقة سنركز على هذه وعلى المتسلسلة الهندسية، لأن هؤلاء الاثنتين ستظهران معا في معظم الأحيان، وبعد ذلك عندما نتعلم التفاضل سنوضح القوة وسلسلة تايلور، والتي هي تماما سلسلة تايلور هي عرض محدد لسلسلة القوة. لكن دعونا نتعامل مع هذا الحساب. إذا دعونا نطلق على المجموع S، دعونا نقول أن هذا يساوي المجموع من كي تساوي 1 إلى N لي كي، والتي تساوي كما قلنا 1 + 2 + 3، وسنستمر بإضافة نقاط لمجموعة من الأرقام ل n ناقص 1 + n. هذا كافي، والآن سأضع واحد آخر. أنا سأكتب نفس المجموع تماما مرة أخرى، لكن سأكتبه بترتيب منعكس، وأعتقد هذا بديهي لك، بحيث أن الترتيب ليس بالأمر المهم. عندما أضيف أعداد له سنضيف نفس الأرقام، 2 + 1 هي تماما نفس 1 + 2،
إذن دعونا نكتب هذا المجموع المتماثل تماما بترتيب عكسي. إذن هذا نفس الشيء بإضافة إن زائد إن ناقص واحد زائد إن ناقص اثنين زائد، نستمر هنا، ثم زائد اثنين زائد واحد، هذا تماما نفس المجموع فقط بترتيب عكسي. وأنا قمت بذلك لسبب، لأنني الآن سأضيف كلا طرفي هذه المعادلة. أنا سأخذ أس زائد أس، حسنا هذا يساوي اثنين أس، والذي سيساوي هذا المجموع زائد هذا المجموع. كتبت هذا هكذا لكي يصبح المجموع واضح. ولماذا أنا أقول هذا؟ حسنا دعونا نضيف العبارات المتماثلة. نستطيع إضافة أي عبارات، لكن دعونا فقط نضيف واحد زائد أن، ومن ثم سنضيف اثنين زائد أن ناقص واحد، وبعد ذلك سنضيف ثلاثة زائد أن ناقص اثنين، وهكذا. وأنا أعتقد أنك أدركت لماذا قمت بهذا. واحد زائد إن، اثنين زائد إن ناقص واحد، ثلاثة زائد إن ناقص اثنين، وصولا إلى إن ناقص واحد زائد اثنين. إن زائد واحد، ما هو إن زائد واحد؟ حسنا هو مجرد إن زائد واحد. ما هو اثنين زائد إن ناقص واحد؟ حسنا هو أيضا إن زائد واحد، أليس كذلك؟ ما هو ثلاثة زائد إن ناقص اثنين؟ أعتقد أنك عرفت، هو إن ناقص واحد، وسنستمر بالقيام في ذلك. وما هي إن ناقص اثنين زائد اثنين؟ آسفة، هذه زائد إن زائد واحد. وما هي إن زائد واحد؟ حسنا هي فقط إن زائد واحد. بالطبع، إذا سؤالي لك هو كم عدد إن زائد واحد هنا؟ حسنا هناك إن منها، كل إن زائد واحد مقابلة لكل من هذه العبارات، إذا هناك إن منهم. إذا بدلا من إضافة إن زائد واحد في كل مرة، نستطيع أن نقول أن هذه هي فقط إن ضرب إن زائد واحد. إذا لدينا اثنين أس تساوي إن ضرب إن زائد واحد. نستطيع أن نقسم كلا الطرفين على اثنين ونحصل على المجموع يساوي إن ضرب إن زائد واحد تقسيم اثنين. والآن هذا مرتب، أو لماذا يعتبر هذا أنيق على الإطلاق؟ حسناً، أول شيء نحن أوجدنا طريقة لجمع هذا، ترميز المجموع سيجما، حصلنا على نوع من النماذج المعروفة جيدا. وما يجعل هذا رائع هو أنك تستطيع أن تستخدم هذا بهذا الشكل. ماذا أقصد بهذا؟ حسنا تستطيع الذهاب لشخص ما وتستطيع أن تقول حسنا أعتقد أنني أستطيع أن أضيف الأعداد بين واحد ومئة. وتعلم أن الناس سيقولون هذا سيأخذ معك وقت، وأنت تقول هذا لا يأخذ معي وقت على الإطلاق، لأن هذا ما يمكن القيام به. إذا المجموع، وأريد فقط أن أبين لك أنك تستطيع أن تستخدم متغيرات مختلفة من ب تساوي واحد. لقد أخذنا المتغير ب لمئة، هذا المجموع من واحد إلى مئة، وأوجدنا ما هي الصيغة،
هي ستكون 100 مضروبة في 101 تقسيم 2 حسنا، ما هي 100 ضرب 101؟ هي ستكون 10,100. 10,100 تقسيم 2، وهذا يساوي 5,050. هذا دقيق إلى حد ما، بدلا من أن نقول 1 + 2 + 3 ونستمر إلى + 98 + 99 + 100. هذا سيأخذ منك بعض الوقت، وهناك فرصة جيدة بأن تقوم بأخطاء مهملة. تستطيع أن تستخدم هذه الصيغة التي أثبتت، وآمل أن تكون قد فهمت وتقول هذا يساوي 5,050. تستطيع أن تقوم بشيء مثير للإعجاب أكثر، المجموع من 1 إلى 1000. ما هو المجموع من 1 إلى 1000؟ حسناً، الصيغة كانت إن ضرب إن زائد 1 تقسيم 2. إذن إذا كانت إن تساوي 1000، إذن ما هو المجموع؟ هو 1,001 تقسيم 2، والذي يساوي، حسناً، سنضيف 3 أصفار إلى 1001، 1,001.000. آسفة، أعتقد أن هذا كان التسجيل الأول من واحد من هذه الفيديوهات، علي إعادة تسجيله، لكن سأستمر. حسناً، على أي حال نقسم على 2، وما هذا؟ دعونا نرى، هذا سيكون 500. دعونا نرى، هذا 1,000,000، نصف المليون هو 500,000. 500، 500,000 و500، والذي كان سيأخذك إلى الأبد في الحساب اليدوي. لكن بالاعتماد على هذه الصيغة حصلنا، أنت تعلم فعليا، ذلك سريع جدا جدا. إذن هذه هي المتسلسلة الحسابية، لكن دعونا نقوم بواحدة أخرى. هذه متسلسلة نموذجية أخرى، والتي يمكن أن تراها في الواقع. مثل هذا سترى الكثير في حياتك، خصوصا إذا ذهبت إلى علم تدبير الموارد المالية. هذا يبين الكثير، وهذا يسمى المتسلسلات الهندسية. والمتسلسلة الهندسية هي بالأساس أنت تأخذ X، وأنا سأقوم بذلك حيثما أخذ المتغير X وأقول حسناً، اسمحوا لي فقط ألا أخذ المتغير X، اسمحوا لي فقط أن أخذ عدد ما. إذن دعونا نقول رقم ما مجموع A للقوة K، ونأخذه من، فلنقل k تساوي 0 إلى k تساوي n. ماذا يعني هذا؟ حسنا، هذا يعني a للقوة 0 زائد a للقوة 1 زائد a للقوة 2 زائد a للقوة 3، ونستطيع أن نستمر. زائد a للقوة n ناقص 1 زائد a للقوة n ناقص 2. هذه تسمى المتسلسلة الهندسية،
وربما تكون غير واضحة لك، لكن هذا النوع من النمو حيث تحافظ على زيادة الأس، هذا يسمى النمو الهندسي. إذن كيف تستطيع أن تأخذ المجموع لهذا؟ حسنا، دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نقوم بخدعة. الخدعة تشمل على الكثير من الخطوات. إذن دعونا نقول المجموع أس، دعونا نقول هذا المجموع من كي تساوي صفر إلى إن ل A للقوة K، وهذا بالطبع يساوي تماما الذي كتبته. من المحتمل ألا يكون علي أن أقوم بمثل هذا، A للقوة 0 زائد A للقوة 1 زائد A للقوة 2، ونستمر إلى A للقوة N ناقص 1 زائد A للقوة N ناقص 2. الآن دعونا نعرف مجموع آخر، سأقول AS. حقيقة لقد انتهى الوقت، إذن سأكمل هذا في الفيديو القادم. إلى اللقاء.